22 اسما، ونذهب إلى أول المراكز، نذهب إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة. صوغان، صوغان ملك زايد بن مطر بن ضابط الدوسري. صوغان، وفي ثاني وفي ثاني المراكز دخان حمد بن سريع الشهواني، ويليه على ثالث المراكز الذي يحمل الرقم 9 وهو صوغان علي بن أحمد السليطي. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى مقدمة الشوط، زايد بن مط صوغان علي بن أحمد السليطي، علي بن أحمد السليطي وفي ثاني المراكز، والذي يحمل الرقم 18 صوغان زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، ويليه على ثالث المراكز، يليه على ثالث المراكز مياس سعيد بن حمد اللزيوح، والذي يغير إلى ثاني المراكز مياس سعيد بن حمد اللزيوح، وفي ثالث المراكز في ثالث المراكز ظبيان، في ثالث المراكز اختلط الحابل بالنابل. نعود إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى هملول علي بن سلطان الحميدي، ويليه على ثاني المراكز صوغان زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، وعلى ثالث المراكز صوغان علي بن أحمد السليطي. السلامات إلى أين؟ السلامات إلى أين؟ صوغان هالي الخريب، صوغان 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 وضبيان، صوغان وضبيان ضب صوغان زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، زايد بن مطر بن ضابط الدوسري على مقدمة الشوط. سلام لخريب، سلام سلام لخريب، سلام. وفي المركز الثاني هملول علي بن سلطان الحميدي. نذهب إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى الصدارة. سلام زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، سلام لخريب، سلام سلام. وفي ثاني المراكز والذي يحمل الرقم 18 صوغان زايد بن خليفة بن خليفة العطية، وفي ثالث المراكز ثالث المراكز هملول علي بن سلطان الحميدي. التوقيت الزمني 2:15:09 من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.